أنا ما كنتش بصدق أبداً في فكرة وجود الأشباح والأرواح اللي ممكن تبقى ساكنة مكان معين، وكنت بقول عليها تخاريف. لأ، وكنت بستهزأ بالناس اللي بتصدق وبقول إزاي وصلنا إن في ناس بتصدق التخاريف دي، لحد ما سمعت وشفت بنفسي. عمري ما كنت أتخيل إني ممكن أمر بتجربة زي دي أبداً. قصتي النهاردة حقيقية، وربنا يعلم إني ما كذبتش في أي حرف منها، واتمنى محدش يعيش اللي عشته. حكايتنا النهاردة لسيدة مصرية بتحكي عن بيت سكنت فيه هي وأسرتها، وللأسف كان بالفعل مسكون. تعالوا نعرف حكايتها، بس قبل ما نبدأ لو انت مش مشترك في القناة انزل بسرعة اشترك وفعل الجرس عشان حكايتنا توصلك أول بأول. يلا نبدأ حكايتنا. أنا مصرية في الأصل، بس سافرت من وأنا عندي 10 سنين مع أسرتي للشارقة في الإمارات، ومن ساعتها منزلتش مصر، واتجوزت من واحد مصري مقيم هناك برضو، بس لظروف ما في شغله نزلنا مصر أنا وهو وبنتي اللي عمرها 3 سنين، وكنا هنقعد في مصر مدة ما تقلش عن 5 سنين تقريبا. وإحنا ما كانش عندنا بيت في القاهرة، فنزلنا على بيت جدتي الله يرحمها في الدقي بشكل مؤقت يعني، لأن ما كانش ينفع نفضل فيه لأنه قديم جداً والأساس بتاعه متهلك، بس كنا مضطرين. وكنا بندور برضو في نفس الوقت على شقة تكون متوضبة كويس عشان ننقل فيها على طول، وبالفعل معداش وقت كتير ولقينا شقة متوضبة حلو وسعرها كمان مغري بالنسبة للمنطقة والبرج الشيك اللي هي فيه، وقررنا ناخدها، وبالفعل اشتريناها. طبعا كانت مليانة تراب وريحتها وحشة جدا، فطلبت من مرات حارس العمارة إنها تطلع تنظفها، وفعلا نظفتها في خلال 2 ساعة بس. كنت مستغربة سرعتها، بس الحق يتقال إنها خلتها نظيفة جدا، بس الغريب إن الريحة الوحشة فضلت برضو موجودة. ما خدتش في بالي وقلت إن الريحة دي أكيد بسبب قفلة البيت لسنين، وأكيد مع الوقت هتتهوى وتروح. وأيام بسيطة ونقلنا فيها. أول كام يوم كل حاجة كانت ماشية تمام، وفي يوم جوزي كان في الشغل وبنتي كانت قاعدة في الصالة بتلعب، وأنا كنت واقفة في المطبخ بعمل الأكل، ومرة واحدة حسيت بهوا ساقع جدا في المطبخ، وسمعت صوت خطوات رجلين في الطرقة. افتكرت جوزي جه، ناديت عليه بس ما ردش، وناديت على بنتي برضو ما ردتش، فطفيت النار وطلعت أبص على بنتي لأننا ساكنين في الدور الثامن وبخاف لأتقرب من الشباك ولا حاجة. طلعت لقيت جوزي مش موجود، وبنتي قاعدة في الأرض وماسكة كتاب شكله قديم جدا وعمالة تقطع في الورق بتاعه ومركزة فيه بشكل مريب، والورق عامل حواليها دايرة بالظبط، وكل ما تقطع ورقة الريحة الوحشة تزيد. ندهت على بنتي ما انتبهتليش ولا حتى بصتلي، وكل اللي بتعمله إنها عمالة تقطع في الورق. المنظر كان يخوف، منظر الدايرة اللي كأنها مرسومة بالظبط. استحالة طفلة عمرها 3 سنين تعرف ترص ورق بالشكل ده. خفت عليها وشلتها على طول، وأول ما شلتها بقت عمالة تصرخ صراخ هستيري وعمالة تعض وتخربش فيا. أول مرة في حياتي أشوف بنتي بتتصرف بالسلوك ده. بقت عمالة حاول أهديها وهي برضو عينيها على الكتاب وتصرخ، لحد ما باباها فتح الباب ودخل وشالها مني وحكيت له اللي حصل. وأنا بصيت على الكتاب الغريب ده لقيته كتاب سحر، كل ورق قديم مكتوب بخط الإيد وكله طلاسم. مسكت الورق والكتاب وحطيتهم في كيس ورميتهم برا الشقة، وبنتي مهدتش وسكتت إلا لما جوزي قعد يقرأ لها قرآن لحد ما نامت. الموقف كان غريب بصراحة. قعدت أتكلم مع جوزي إني بدأت أتشائم من الشقة دي، حاسة إن فيها حاجة مش طبيعية، الريحة الوحشة والكتاب الغريب ده أساساً جه منين. بس جوزي رد عليا وقال لي تلاقيه كان بتاع الناس اللي قبلنا، والبنت كانت بتلعب ولا حاجة ولقيته، ما تاخديش في بالك، موقف وعدى وخلاص. بعد يومين بالظبط جوزي كان في الشغل وتأخر جدا، نيمت بنتي في أوضتها ودخلت أنا كمان أنام لأني كنت مرهقة جدا، وقعدت على السرير ومفيش شوية حسيت بحد قعد جنبي على السرير. بصراحة من التعب ما قدرتش حتى لف، فقلت لجوزي أنت جيت؟ رد علي وقال لي آه نيم. نمت فعلا، وبعدها بشوية موبايلي رن، كانت أمي بتطمن عليا. قمت قعدت في السرير ورديت عليها، بس لفيت ما لقيتش جوزي جنبي، وببص ورا الباب
لقيت بيجامته متعلقة. سكت شوية وقلت لأمي اقفلي وهكلمك تاني. اتصلت بجوزي لقيته رد علي وقال لي انه في الشغل وهيتأخر شوية. ساعتها حسيت ان في مية ساقعة اتدلقت عليا، يعني جوزي ما كانش موجود اصلا. امال مين اللي رد عليا؟ الخوف تملكني وقمت جري على أوضة بنتي اطمن عليها. واول ما دخلت لقيت شباك أوضتها مفتوح وبنتي جايبة كرسي وواقفة عليه ونصها حرفيا بره الشباك. شدتها قبل ما تقع بثواني تقريبا وبقيت حضناها ومنهارة من العياط ومش قادرة أقف على رجلي من الصدمة. وكل اللي بيدور في بالي إن استحالة بنتي تكون عارفة تفتح الشباك ده بالذات، الشباك فتحه صعب وجامد جدا، ده أنا نفسي ما بقدرش أفتحه. ما حسيتش بنفسي غير وأنا بفتح الباب وبخبط على جارتي اللي في وشي وبعيط. الست استقبلتني هي وجوزها، حكيت لهم اللي حصل وقعدوا يهدوني وسألتهم عن أصحاب الشقة اللي قبلنا. والكارثة لما قالوا لي إن الشقة كان ساكن فيها راجل ومراته وابنهم الصغير، وأبو الراجل كان قاعد معاهم، واللي كان معروف عنه إنه كان ليه في السحر والدجل. وفي يوم الراجل ده دبح مرات ابنه وحفيده واتقبض عليه، والقضية خلصت على إنه مختل عقليا ومحبوس حاليا في العباسية. جوز الست ما قدرش يعيش تاني في الشقة بعد اللي حصل، فباع الشقة لأصحاب العمارة وهاجر دولة أوروبية. بعد اللي سمعته مرضتش أرجع الشقة غير لما جوزي جه وحكيت له كل اللي حصل واللي سمعته من جارتي وجوزها. لقيته بيرد عليا وبيقول لي أنا عارف صحاب البيت حكولي قبل ما اشتري، بس أنا عمري ما أمنت ولا صدقت بوجود الحاجات دي، فعشان كده اشتريتها ومرضتش وقتها أقولك عشان ما تخافيش. طبعا قررت إني مش عايش فيها يوم واحد كمان، ولميت هدومي ورجعت بيت جدتي تاني. بس كده، دي كانت حكايتنا النهاردة، والله أعلم بمدى صحتها. بس الغريب واللي ما ينفعش الواحد يتجاهله إن دايما البيوت اللي مقتول فيها حد حواليها حكايات وأحداث غريبة ملهاش تفسير، كأن أرواح الناس اللي اتقتلت بتفضل محبوسة فيها، أو يمكن القرين. قولونا رأيكم في الكومنتات، ولو الحلقة عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الفيديو لأصحابكم اللي قلبهم ضعيف، واستنونا في حلقة جديدة من حكاية نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.